بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أستاذ منتصر علي، وإن شاء الله درس جديد ميدل 1، ودرسنا بعنوان Diversity of Living Organisms and Their Classification، يعني تنوع الكائنات الحية وتصنيفها. هاخد الجزء الأول منه إن شاء الله. فأنا عندي Living Organisms are different in many senses as، يعني الكائنات الحية تختلف عن بعضها في إيه؟ ممكن يختلفوا في سايز الحجم، عند بيج عند سمول، بيج مثلا زي الإليفانت وسمول زي رابت، هذا يختلفوا في الحجم. انفيرومنت يعني البيئة، البيئة ممكن يعيشوا فين، في بيعيش اون لاند وفي بيعيش ان ووتر، زي الفيش ان ووتر ومثلا إليفانت لايون، دول بيبقى اون لاند. شيب من حيث الشكل بتاعهم، مش كل الحيوانات شكل بعض. way of feeding اللي هو طريقة التغذية، ده بياكل لحوم، ده بياكل نباتات، ده حبوب، ده أسماك، كل واحد بحسب الأكل بتاعه. يبقى عندي الكائنات مختلفة عن بعضها في size, environment, shape, way of feeding، دول الاختلافات العامة اللي بين الكائنات وبعضها. طيب Scientists put living organisms in groups or classes. Why؟ يعني العلماء بيحاولوا يصنفوا الكائنات وبيحطوهم في مجموعات. ليه بنصنف النباتات الكائنات عامة ونتعب نفسينا يعني؟ ليه بيعملوا كده؟ To study them easily and make benefit of them. لسببين: study them easily عشان يخلي الدراسة بتاعتهم سهلة. مثلا الأسد والنمر دول في عائلة مثلا المفترسين predators، يبقى ده كده بصنفهم أعرف العيلة بتاعتهم، عشان لو ظهر كائن جديد ولا حاجة يبقى أنا أعرف ده تصنيفه إيه، شوف العيلة اللي إيه تشبه الخواص بتاعته وأحطه فيها. يبقى to study them easily يسهل دراستهم and make benefit of them ويستفيد منهم. يستفيد منهم ان انا عارف مثلا العيلة دي بتعيش في الحتة الفلانية، يبقى هقدر اصطادها اليوم الفلاني في وقت كذا، اعمل مصيدة، ممكن استفيد منهم ازاي. يبقى ده ايه فايدة التصنيف بتاعهم، to study them easily and make benefit of them. احنا هنصنفهم بايه؟ في علم كده اسمه taxonomy. taxonomy ده اللي هو branch of biology، ده فرع من البيولوجي، بيولوجي اللي هو علم الأحياء. that searches the similarities and the differences among living organisms. علم التصنيف ده هو فرع من البيولوجي، بيدرس التشابه والاختلافات اللي بين الكائنات الحية. and it places the similar ones in groups، ويحط اللي شبه بعضهم في جروب. according to a certain system to ease their study، حسب نظام معين عشان يسهل دراسته. يبقى taxonomy ده فرع من البيولوجي اللي هو بتاع التصنيف، ده فايدته انه يدور ايه اللي ايه التشابه اللي بين الكائنات وايه الاختلاف اللي بينهم عشان يقدر يحطهم في جروبس تبع الصفات بتاعتهم. لما كده ايه التصنيف العناصر مثلا ميتال ونون ميتال، صنفتهم حسب الخواص بتاعتهم، فانا بصنف برضو الكائنات حسب الصفات بتاعته. طيب صنفوا بقى الكائنات عامة، هناخد تصنيف بسيط كده عنهم. living organisms can be classified into three main classes، يعني صنفنا الكائنات الحية لثلاث انواع: microorganisms كائنات دقيقة، plants النباتات، animals الحيوانات. يبقى دول ايه التصنيف الكبير قوي، مايكرو اورجانيزمز كائنات دقيقة ما نشوفهاش غير بالميكروسكوب، وبلانت النباتات وانيمال الحيوان، دول ايه التلات مجاميع الكبيرة قوي. طيب نبتدي بمايكرو اورجانيزمز، الكائنات الدقيقة. ايه الكائنات الدقيقة دي؟ they are living organisms that can't be seen by the naked eye، يعني الكائنات اللي ما اقدرش اشوفها بالعين المجردة، محتاج حاجة عشان اشوفها بيها. But they spread everywhere around us، لكن مع ذلك إننا مش شايفهم، لكن بينتشروا في كل البيئات،
انت وانت قاعد كده، في على الترابيزة في كائنات دقيقة، في الهواء كائنات، ففي المية، في اي حتة، في عشان بقولك اير ووتر سويل، في اي حتة تلاقيهم، بس ما اقدرش اشوفهم بعيني المجردة، فمحتاج ادلة معينة عشان اشوفهم بيها. يبقى ده التعريف بتاعهم، كائنات كانت بي سين باي نيت ذا اي، ما اقدرش اشوفهم بالعين المجردة. وزي سبريد افري وير، منتشرين في كل مكان، اير ووتر سويل، في كل حته. مايكرو اورجانيزمز اكزيست ان بوند ووتر اند كان بي سين اونلي باي مايكروسكوبز. از هناخد اللي بيعيشوا في بركه ميه مثلا، لو جبت شويه ميه كده ممكن اشوف بيها ايه، لو حطيتهم تحت الميكروسكوب هشوف ايه. من الكائنات دي في باراميسيوم، أميبا، يودلينا. باراميسيوم، أميبا، يودلينا، دول الأشكال بتاعتهم. دول شكلهم ايه؟ هتقولي كبير. لا هما مش كبير، هي الصورة متكبرة، ده تحت الميكروسكوب. هاي ايه الفرق بينهم؟ باراميسيوم، أميبا، يودلينا، كلهم كائنات دقيقة يعني. طب بص عليهم كده وقولي ايه الفرق بينهم. دي الأميبا، يوتلينا، باراميسي. بص كده على اللي الحتت اللي من بره دي، دي الرجل بتاعتها، دي الأهداب اللي بتمشي بيها. لو بصيت هنا على اليوتلينا في حاجة طالعة من بقه كده، ايه شريط أو بنقول عليها ايه زي كربات كده، ده بيشد بيه كده عشان يعرف يمشي. الأميبا بتمد كده أي حتة من جسمها في جنب، تقوم تمشي في الجنب اللي هي مدت فيه، يعني الجنب ده راح كده يبقى هي تمشي كده. طيب يبقى التلاتة دول اختلفين عن بعض في ايه؟ طيب هوريك حاجة كمان كده بعد كده نقول الاختلاف. أنا عندي هنا دي أميبا وبتلف حوالين باراميسيوم، بتحبسه كده وهتاكله. يعني الكائنات دي ممكن ياكلوا بعض، ياكلوا بعض عادي. يبقى زي دي فير ان اختلفوا في ايه؟ هل شكلهم واحد؟ لا، يبقى مختلفين في الشكل، مختلفين في الحركة. يبقى شيب واي اوف موفمنت، طريقة الحركة. الأميبا كانت بتمد رجلها كده عندها أرجل كاذبة، يعني هي مش رجل حقيقية لكن بتمد جسمها في ناحية فتمشي ناحيتها. يودينا عنده زي تربة كده بيطلع من بقه يمسكه في حاجة ويشد نفسه. باراميسيوم عنده أهداب أو حاجات بسيطة كده زي رجول كده صغيرة بيسحب بيها ويمشي. المختلفين في الشكل way of movement. هاي دي بريزن بقى. أميبا، يودلينا، باراميسيوم آر مايكرو أورجانيزمز، اللي قلت عليهم مايكرو أورجانيزمز. في الغالب لما يجيلك ديفريزون وتلمى ليها تعريف يبقى الإجابة في التعريف، اللي قلت عليهم مايكرو أورجانيزمز، هاتها من التعريف أو من صفات المايكرو أورجانيزمز، إنما شوفهمش بالعين المجردة. They are unicellular organisms، هما كائنات وحيدة الخلية، ربنا خلقهم خلية واحدة. انت جسمك أظهر حاجة السل، لكن انت جسمك فيه خلايا كتير عشان كده انت بتبان، لكن الكائنات دي ربنا خلقها يوني سيلولار يعني وحيدة الخلية. can be seen only by microscope، وممكن اشوفهم بالميكروسكوب. ماشي. طيب ده كده ايه النوع الاول. طيب فاضل بلانت والانيمال. شوف البلانت كده، بلانت هنصنفه كده ايه كده تصنيف. فأولا بيقول لك السفاين بلانتس according to the length، حسب الطول بتاعها. هل كل النباتات طول بعض؟ لا. طب زي ايه؟ في عندي حاجة بتبقى هيوج تريز، شجر كبير. زي ايه شجر كبيرة؟ وعندي يقول لي النخلة. ماشي. وفي حاجات شورت ويدز، يعني بتبقى حاجات صغيرة كده قصيرة مش ما وصلتش للشجرة، يعني حاجات فروع صغيرة كده بنحطها على السلطة. جرجير، صح. فأنا عندي يشتري زي كامفور اللي هو شجر الكافور، وبام تري اللي هو النخلة.
طب امال الشورت؟ عندي كلوفر، البرسيم، عندي دردير. هو دردير. فيبقى هيوش تريز ده تصنيف حسب ايه؟ اللينس، حسب الطول. في كبير وصغير، هيوج ضخم، تري شجرة ضخمة، زي كافور كامفور وبالم تري النخلة. والشورت زي كلوفر ودردير، البرسيم والدردير، ملوخية ماشي. فدي حاجات شورت. طيب ده أول تصنيف. طب لو صنفنا بلانت according to the size of leaves، حسب حجم الورقة. يعني في ورقة حجمه كبير، plants carry large sized leaves، وفي plants carry small sized leaves. في نباتات حجم الورقة بتاعتها كبير، وفي نباتات حجم الورقة صغير. زي حجمها كبير دي، زي البنانة، كل دي ورقة شجرة، حجم الورقة كبير. طب ومين حجمها صغير؟ بتتحط في السلطة، الجرجير، ملوخية. ده من الحاجات اللي ايه حجمها صغير. عندي ملوخية فحجم الورقة بتاعها small. يبقى ده ايه حسب تصنيفتين، ده حسب size of leaves، حسب حجم الورقة. في large وفي small size leaves، ورقة كبيرة زي البنانة، ورقة صغيرة زي ملوخية. طيب عايز تكتب دردير برضو ماشي عادي. ركز بقى في القراية دي، دي يبتدي ايه التصنيف اللي ايه عايز تركيز شوية. يعني اللي فات كان بديهي كده، طول الشجرة حسب الطول كان في شجرة وفي حاجات صغيرة حسب حجم الورقة، حجم ورقة كبير وحجم ورقة صغيرة. لكن external shape حسب الشكل الخارجي. هنا النبات عندنا معظم النباتات distinguished into roots, stems and leaves. يعني أي نبات بيبقى له root، جذر بيبقى تحت الأرض، وستم الساق أو العود بتاعه، وليفز الورق بتاعه، دول بيبقى فوق الأرض، والروت بيبقى تحت الأرض. فمعظم النباتات فيها كده. لكن في بعض النباتات some plants are not distinguished into root, stem, leaves. في نباتات ما فيهاش التلاتة دول مفصلين عن بعض أو باينين من بعض، هي النبات على بعضه كده حاجة واحدة. طب ايه النباتات اللي فيها التلاتة دول باينين واقدر اميزهم؟ عندي ميز الذرة، عندي ويت القمح، وقلنا ايه بام وكامفور شجر الكافور والنخلة. دي بيبقى فيه جزء تحت الأرض وفي ساق وفي أوراق. فده ايه ده معظم النباتات كده. طب أما ليه بقى اللي مفهومش أو هما التلاتة ايه داخلين في بعضيهم؟ قال زي ألدي، ألدي الطحالب. طحالب دي في منها جرين خضرة، في منها ريد حمرة، وفي براون بني. طحالب الخضرة دي منتشرة، اللي انت بتلاقيها على ايه على شط البحر كده على الصخر، لا ايه بتزحلقك كده، فدي طحالب خضرة. فالطحالب دي ما ملهاش ولا روت ولا ستيم ولا ليفز، كلهم داخلين في بعضيهم. يبقى ايه الجي اللي هما ريد وجرين وبراون. في حاجة دي يبقى التصنيف ده حسب external shape، حسب الشكل الخارجي. reproductive style دي الأهم فيهم بقى، دي أهم واحدة فيهم reproductive style، يعني طريقة التكاثر. ايه طريقة التكاثر؟ في عندي plants reproduce by spores، نباتات بتتكاثر بالسبورس اللي هي الجراثيم. العيلة بتتكاثر بالجراثيم اسمها فيرنس. ايه فيرنس دي؟ small terrestrial plants، يعني نباتات أرضية. ساعات يجيبالها في كومبليت أو صح وغلط. ففيرنس دي نباتات تتكاثر باي سبورس بالجراثيم. طيب زي مين بقى من العيلة دي؟ عندي فوجير وأديانتم، فوجير وأديانتم، نباتات كده ايه تتكاثر باي سبورس بالجراثيم، ده اللي هو ايه أديانتم ده. يبقى دي باي سبورس. طيب معظم بقى النباتات عندنا ريبروديوس باي سيدز، تتكاثر بالبذور. زي ايه كده مثلا؟ شوف اي حاجة انت بتاكلها فيها بذر،
بلح، برتقان، لو في بذر، سفندي، بطيخ، ده بيتكسر باي سيدز بالبذور. لكن هنقسمها لحاجتين بقى، جيمنوسبيرم من النوع التاني، او جيمنوسبيرم يعني زير سيدز فورمد انسايد كونز، يعني البذور بتاعتها بتبقى جوه كون زي كده، تيمو كونو، كون يعني مخروط، ده ايه جيمنوسبيرم، البذور بتاعتها بتبقى جوه مخروط. طيب زي باين ده الصنوبر كده، دي كده ايه الشكل بتاعه، عمل شكل القمع كده، والبذور بتاعته خارجية. ومين تاني؟ وسيتاس، ده برضو ايه نباتات جيمنوسبيرم، تتواصل بالسيد لكن البذور بتاعتها بتبقى انسايد كونز، او يعني بيقولك بيه خارجية، بذور من بره. طيب طب عكسها بقى، في انجوسبيرم، دي نباتات زير سيد فورمد انسايد بير كارب او فروت انفلوب، بتبقى فيها جوه غلاف فاكهة. بل الاولانية جيمنوسبيرم بتبقى ان كون، السي بتاعتها في شكل مخروط، لكن هنا دي في يحيط بيها غلاف من الفاكهة، زي الفاكهة اللي انت بتاكلها. طيب البذور دي او الانجوسبيرم دي هقسمها لنوعين، مونو كوتوليدونز وداي كوتوليدونز. مونو كوتوليدونز يعني عندها فلقة واحدة، بمعنى مثلا جبتها ايه واحدة ذرة، ينفع لما ايه اطلعها، ينفع اقسمها حتتين قد بعض، ينفع افتحها كده وايه بالراحة عادي تطلع لي جزئين شبه بعض، ما ينفعش، فبسميها مونو كوتوليدون يعني عندها فلقة واحدة. لكن داي كوتوليدون زي بين الفول وبي البسلة، الفولاية كده هتلاقيها بتفتحها كده بيدك، تلاقيها متقسمة جزئين، حتى لو انت وانت واحد صاحبك كده ويقول لك انتوا الاتنين ماشيين مع بعض وصحاب قوي وبتاع، يقول لك دي فولة واتقسمت نصين، يعني بمعنى ان انتوا متشابهين مع بعض قوي. يبقى في دايكوتوليدون يبقى ايه ممكن تتقسم لنصين زي بعض، زي بين بي. مونوكوتوليدون يعني عندها فلقة واحدة، ما ينفعش تتقسم اتنين، هي جنب واحد بس، زي ميز ويت الذرة والقمح. فيهم حاجة دول؟ طيب يبقى التصنيف اللي احنا قلنا مهم، اللي هو بتاع ريبرودكتيف ستايل حسب طريقة التكاثر، قسمناه ل بلانتس ريبروديوس باي سبورس أو فيرنس، العيلة فيرنس يتكاثر بالجراثيم، وفي تانية بلانت ويتش ريبروديوس باي سيدز تتكاثر بالبذور. البلانت اللي هي ريبروديوس باي سبورس زي مين ومين؟ في اتنين كده أسماء أجنبي كده، فوجير وأديانتم، دول اللي بيتكاثروا بالجراثيم. طب اللي بالسيد اللي عندهم بذور، يا بذور من بره يا بذور من جوه، جيمنوسبيرم اللي هي الخارجية، their seed formed inside cones، زي مين؟ شجر الباين، صنوبر وسيتس، باين وسيتس. لكن انجلسبيرم دي السيد بتاعتها بتبقى فروت، جوه الفروت، أو بير كارب، أو ساعتها flowering plant، نباتات زهرية. فدي اللي جوه اللي بتعمل مستخبية جوه، دي بقسمها لاتنين، مونو كوتوليدون وداي كوتوليدون. مونو يبقى عايزة فلقة واحدة زي ميزويت. طب داي كوتوليدون فيها فلقتين، بين وبي، فيهم حاجة دي؟ هنرجع التصنيف ده، ترجع تصنيف المايكرو أورجانيزمز، قلنا حسب way of movement، حسب طريقة الحركة وحسب الشيب. كان عندي تلات أمثلة بس، أميبا، يوجلينا، باراميسيوم. البلانت خدنا التصنيف حسب اللينس، حسب الطول كان في هيوج تري وشورت، حسب سايز اوف ليفز حجم الورقة، في ورقة كبيرة ورقة صغيرة، ده ورقة الموز كبيرة والملوخية صغيرة. حسب اكسترنال شيب اخدنا فيه بقى السمة لتلات انواع، يعني فيها روت وستيم وليفز، وفي نباتات مفيهاش زي الالجي.
واللي هو الريبوزيتوري سايل اللي هو التقسيم ده، نراجع عليهم كده ايه واحدة واحدة، والمرة الجاية ان شاء الله نبقى نخش بتصنيف الانيمالز، وان شاء الله نلقاكم في درس اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.